تصريح لمحمد الشناوي في المؤتمر الصحفي، هما بيكلموه يعني عن الحشد الجماهيري المتوقع، هتعملوا ايه يا كابتن؟ قال لهم دي مش حرب، مش حرب، قال معركة يعني. قال دي مش حرب، وقال عادي احنا متعودين على الكلام دوت. تالت حاجة او هي دي الاهم، ان الجمهور مش هيبقى متواجد في ارض الملعب، الجمهور ده بره، انما انا 11 وهم 11 لعيب، هم 11 لعيب وانا 11 لعيب، مفيش حد من الجمهور هيبقى زيادة في جوه ارض الملعب. هو المهم انك انت، انا بلعب قدامك، انت لعيب الرجاء وانا لعيب النادي الاهلي. لو في البدايه، اصل انت عارف يا كابتن بيبقى في كام لقاء فردي ما بين اتنين في الجيم الواحد، بيبقى اكتر من 850 موقف للاعب الواحد، بيحصل له 850 موقف واحد ضد واحد. لو انت كسبت اول موقف وتاني موقف وتالت موقف واحد ضد واحد، تقدر يخافوا منك. هي الامر اللي هم شغالين عليه بقالهم فتره كان ايه؟ هو الحشد الجماهيري، الضغط الجماهيري، ضغط اللي جوه الملعب. لو حسوا ان لعيبه النادي الاهلي مختلفين عن الموقف ده ومش هاممهم الموقف ده، كل اللي عملوه بنوه هيبقى حاجه واحده، فنياتنا جوه الملعب. خلينا اكلمك على حاجه، انا كلاعب خصم يعني بتكلم على الرجاء، بقدر احس بالانطباع دوت من بدايه المباراه، من اول كوره، من اول كوره كده المكسب. بص يا كابتن عادل، معانا صور لبعض الجماهير، ده الجماهير في طريقها الى الاستاد يعني قبل الدخول، دي جماهير الرجاء بتقتحم، بصوا زي ما حضراتكم شايفين اسوار الملعب وعايزه تدخل. طبعا دول اكيد دول من غير تذاكر، دول يعني عايزين يخشوا كده يعني بالعافيه. فعشان كده يمكن زميلنا محمد توفيق قال دي الزياده بالظبط، قال الزياده في الملعب طبعا اكتر من عدد التذاكر للطبع. طبعا فزي ما حضراتكم شايفين طبعا في حشد جماهيري كبير جدا، في طبعا اعداد كبيره واضحه ان عايزين يخشوا من غير تذاكر. يمكن برضو اتوبيس النادي الاهلي هو داخل الاستاد، طبعا في جماهير، بعض الجماهير هي قدام البوابات، هنشوف رد فعلها. ولكن الاجواء صعبه، ولكن زي ما احنا قلنا يمكن بعد المباراه الاولانيه احنا كنا متوقعين حاجات زي كده كتير قوي، ممكن تتغلب على دخول الاوتوبيس جوه الملعب. ايوه حاجه مهمه قوي. هي يا كابتن احيانا، يمكن انا كنت من المدربين اللي بنتمل دي، بقفل الستاير على اللعيبه، ما بخليهمش يشوفوا بره خالص، انا بنزلهم على اوضه اللبس، ما بيشوفوش اللي حواليهم بره، حتى لو حشدوا وعملوا اي فرقه كده، اي فرقه احترافيه عاليه، انك انت لازم تقفل الاوتوبيس، يبقى مخصص ليك انك انت ما تشوفش بره احيانا وانت داخل الملعب. يعني زي ما الكابتن اسامه والكابتن علاء قالوا ان انت تعزل نفسك طبعا عن الحاجات الخارجيه بره الملعب. دي الناحيه النفسيه بقى، انك تهيئني ازاي الناحيه النفسيه، انك انت اول حاجه تعملها انك انت كل الضغوطات اللي هتيجي عليك تحولها عليهم. تحولها عليهم ازاي؟ بانك داخل الملعب عملوا حته الضغط دي ويوروك انه في جمهور قوي في البدايه، لا انا هقفل على اللعيبه مش هخليهم يشوفوها. لما انزل بقى ارضيه الملعب في التسخين قوتي هتبان قدام اللعيب، اول كره في الملعب قوتي هتبان قدام اللعيب.